عايز اقول لسياده المشير وعايز اقول للدكتور حسام شرف، اشمعنى القانون بتاع مخالفه البناء اللي هو الكنيسه بدون ترخيص بيطبق بس على الكنائس فقط؟ انت ليه ما بتطبقش على اي حاجه تانيه غير الكنائس يا سياده المشير؟ تقدر تقول لي اشمعنى كنيسه؟ هي الكنيسه بتتعبكم في ايه؟ الكنيسه بتتعبكم في ايه يعني؟ كل يطلع محافظ يقول لك ايه؟ اصلها المباني بدون ترخيص. اشمعنى المباني بدون ترخيص للكنيسه والجوامع لا؟ تقدر تقول لي الجوامع اللي بتتبني في مصر كلها ليها ترخيص؟ يا ريت تورينا حاجه زي كده. يا ريت يا سيد عصام شرف تورينا حاجه زي كده وشكرا ليك. انا عايز اوجه اكتر من المليونيه لنقول للرئيس المشير الطنطاوي بنقول له ارحل وهذا النظام الفاسد. احنا كده ثوره 25 يناير ما عملناش حاجه، كل يوم كنيسه من عندنا بتتضرب وكل يوم بنموت. لابد ان يرحل هذا النظام، لابد ان يرحل هذا النظام كله.